كسماء. هذا المكان الذي لا يمكنه إلا أن يسلبك لحظات تأمل خارج الزمان، ليدخلك في غيبوبة عشق لا مألوف حتى يروي حكاية مبنى تحدى الحتمية الجيولوجية. فقرر الالتحام بمياه البحر لمدة تناهز 120 سنة. ليكون بذلك أكبر بناية خلفها الأوروبيون بمدينة طرفايا، والتي بنيت سنة 1882 من طرف الإنجليزي دونالد ماكنزي. بني حصن كاسامار سنة 1882 من طرف شركة شمال غرب إفريقيا ورائدها دونالد ماكنزي، وهذه الشركة يعني بنت هذه القلعة هنا أو هذا الحصن لتفادي يعني أداء الضرائب التي كانت مفروضة آنذاك في ميناء الصويرة موغادور، ومن أجل يعني التهرب من هذه الضرائب بنت هذه الشركة هذه الدار هنا كميناء يعني نقل بضائعها التي تجلبها من دول جنوب إفريقيا نحو أوروبا. تأخذ البناية شكل مستطيل على مساحة 480 متر مربع، 30 متر بالطول و16 متر بالعرض. وهي تنقسم إلى طابقين رئيسيين، طابق علوي وآخر سفلي. يحتوي كل طابق على 8 غرف متقابلة فيما بينها، تختلف قليلاً في مساحتها. وتجدر الإشارة إلى أن السر في صمود هذه البناية حتى اليوم يكمن في المادة الأساسية التي استعملت للبناء والمتمثلة في الأسمنت المسلح، إلى جانب بعض المواد المكملة الأخرى. بنيت كسامار على جزيرة صغيرة في البحر، وهي معرضة منذ بنائها إلى اليوم إلى أمواج البحر وإلى المد والجزر الذي أثر بشكل سلبي عليها، مما أدى بسقوط جوانب كثيرة منها، وهي اليوم آئلة للسقوط لا محالة إن لم يتم تداركها من الجهات المعنية، حيث وجب الآن ترميمها ما دامت هي الواجهة السياحية المهمة في مدينة طرفايا وفي الجنوب المغربي ككل. لذلك استطاعت البناية ضمان صلابتها حتى الآن، ولا زالت تسارع رغم الظروف البيئية القاسية وإهمال الجهات المعنية. وبنفس المنطقة المعروفة بزخمها الحضاري، افتتح في 28 سبتمبر 2004 متحف أنطوان دي سانت إكزوبري من طرف جمعية ذاكرة البريد الجوي المدعومة من طرف بلدية تولوز بفرنسا والشركة العملاقة لاتيكوير المتخصصة في تصنيع الطائرات. تأسس متحف أنطوان سانت إكزوبري سنة 2004 بمبادرة يعني بين مجموعة من الفاعلين والشركاء من فرنسا ومن المغرب،
ومنذ ذلك التاريخ تتولى جمعية أصدقاء الطرفية تسير هذا المتحف. هذا المتحف جاء يعني ليوثق لمرحلة من مراحل التي عاشتها مدينة الطرفية، مرحلة من مراحل التألق وهي مرحلة البريد الجوي والذكرى أنطوان دو سانت إكزوبيري الذي عاش هنا بين الناس والذي يعني كتب أحد أكبر أشهر كتبه بريد الجوي هنا، وأيضا استلهم كتابه الذي ترجم لأكثر من 200 لغة الأمير الصغير هنا يعني بين كثبان مدينة طرفية. المتحف أيضا هو يعني جاء ليحافظ على هذه الذاكرة وليصونها من النسيان لأنها كانت يعني ذاكرة شفوية، والآن يعني عن طريق هذه الوثائق والطائرات يعني ونماذج من المراسلات إلى آخره هذه يعني حفظ لهذه الذاكرة من الزوال، يعني تحويلها من ثقافة شفوية إلى ثقافة يعني ملموسة ومزار لجميع يعني الشباب وسكان مدينة طرفية. أنطوان دي سانت إكزوبري الذي توطدت علاقته بسكان المنطقة إثر سقوط طائرته التي كانت في مهمة حمل البريد الجوي من تولوز إلى داكار حظي بمساعدة السكان المحليين على إثر هذا الحادث الذي شكل نقطة تحول في حياة الطيار. فالمدة التي قضاها بطرفاية كانت مرحلة إبداع فكري بالنسبة إليه، إذ ألف أحد أهم كتبه الأمير الصغير والتي حصل على إثرها على الجائزة الكبرى للرواية من طرف الأكاديمية الفرنسية سنة 1939. أنطوان دي سانت إكزوبيري كان هنا سنة 1927 ليهتم بالمحطة الجوية لصالح شركة لاتيكوير. كان قدره الالتحام بالصحراء وأبنائها، وعلى إثر ذلك ألف كتابه الشهير الأمير الصغير ومؤلفات أخرى تحكي قصة هذا الخط الجوي. المتحف الذي تم إنشاؤه مبدئيا بالمكتبة الإقليمية قبل اكتمال بنائه على الشاطئ يضم معروضات وصورا ووثائق تعرف بالبريد الجوي الدولي ورواده وما قدموه من عطاءات في مجال الطيران الذي كان في فترة العشرينيات يعيش بداياته الأولى. لقد استرجعت كل الأرشيفات التاريخية الخاصة بالخط، ومن هنا لدي كل الرسائل والبرقيات والصور يوما بيوم وأشياء رائعة وثمينة. أظن أن أشياء أخرى سترى النور قريبا. أنا متأكدة أن يوما ما سينتج فيلم عن تجربتي لاتيكوير. كما ضم المتحف أيضا نماذج مصغرة لأنواع مختلفة من الطائرات التي كانت قد استعملتها شركة البريد الجوي. وقد قامت جمعية أصدقاء طرفاية بتشييد هذا النصب التذكاري كنموذج طائرة اعترافا منها بالقيمة الثقافية للطيار من جهة وجلب السائح الأجنبي من جهة أخرى. قد يتملك بعضنا في لحظات صيرورة الزمن بما تأخذه معها من أشيائنا العتيقة رغبة بالتمسك بهذا الشيء أو بذاك، ولعل هذه الرغبة تعبير عن رفض اندثار هويتنا على اعتبار أن تلك التفاصيل هي ما يمثل خصوصية تلك الهوية التي نخشى عليها من الذوبان بين أقدام الزحف القادم من الآخر أيا كانت هويته، بما يحمله من تجديد لا يمكنه إلا أن يجعل منا صورة مشوهة أو نسخة رديئة عنه. بمبادرة فردية وتلهف شخصي
قام فردان من أبناء المنطقة تملكهما عشق الأدوات التراثية بعموميتها وتفاصيلها في آن واحد سنة 1982، أي منذ ما يناهز 25 سنة، بتنظيم هذا المتحف التقليدي الغني بمواده المتعددة الأشكال والمتنوعة الاستعمال، بدءا بالخيمة وهي المسكن الأول للإنسان الصحراوي والبدوي عامة، وانتهاء بأصغر التفاصيل كالمفاتيح مثلا. بالنسبة للمتحف ديال تيامرت اللي هو تكون ببحث ديال مجهود فردي وبحث ديال 25 عام ديال مقتنيات جميع الزوبجي إثنيك نوماديزم، وهذا المتحف ركزنا على تاريخ ديال المنطقة، وهو التاريخ ديال وادن اللي كيتعرف اللي كيعرف الجميع بأنه كان محطة ديال القوافل. رغم طابع الوحشة التي قد تلامسك للوهلة الأولى عند دخول متحف تيغمرت والذي يعززه الطابع الكلي للمكان، فإنك بمجرد أن تقوم بجولتك الأولى في أنحائه ستلاحظ تنظيما دقيقا للمعروضات. هذه الأخيرة تأخذ شكل أروقة تنوعت بتنوع المعروضات نفسها المتباينة الحجم والكم والمصدر وكذا غاية الاستعمال. فهنا الحلي وهناك الجرار، وبمكان آخر هناك أحزمة، إلى غير ذلك من المعروضات التقليدية. تم جمع هذه الأدوات من مختلف المناطق، منها ما يعود للتراث الصحراوي العتيق كهذه الوسائد أو كما تسمى محلياً إصراما، وهناك الرواحل التي توضع على ظهور الجمال وهي مغطاة بالجلد الأصلي ومزينة بنقوش تقليدية، بالإضافة إلى بعض الأدوات النادرة والتي استعملها البدو قديما، ولعل أبرزها هذه البنادق العتيقة والخناجر النادرة بنقوشها الشديدة الدقة والإبداع، استعملها السكان المحليون أثناء فترة المقاومة في عهد الاستعمار بشكل خاص، إلى غير ذلك من أدوات الإنسان البدوي النادرة والتي رماها بسلة المهملات بعد أن أسرته الحداثة والتكنولوجيا بأدواتها اللامعة، وأصبحت بذلك دولاباً أثرياً خصص لمتعة وجلب المتفرج الغربي. في رحلة نفض الغبار عن أطلال كانت ولا تزال شاهدة على غنانا الحضاري والتراثي، والتي مكنت كاميرات فريق برنامجنا من تحقيق سبق تسليط الضوء عليها، توجهنا نحو قلعة دار السلطان. رغم شدة الحر وصعوبة الطريق التي واجهتنا بها عدة مطبات ناتجة عن بقايا أطلال المكان، نحن الآن نتواجد أمام معلمة تاريخية تشتهر بها جامعة تغجيشت والتي تسمى بدار السلطان، ألا وهي تيغمي وقليد. فنظراً لموقعها الاستراتيجي الخاص، حظيت هذه القلعة بمكانة خاصة عبر التاريخ باعتبارها تطل على مدينة تاغاجيشت. فأثناء الحكم المرابطي تعزز الرواج الاقتصادي بالمنطقة بحكم أن المرابطين
تمكنوا من التحكم بالطرق التجارية القادمة من الصحراء والتي تمر بها القوافل التجارية في اتجاه المحيط الأطلسي بمنطقة أسكا، وخاصة التي تمر بنواحي إقليمي. لهذا قام المرابطون حسب الروايات الشفوية ببناء تيغمي أوغليد، وهو ما يعرف بدار السلطان. دار السلطان تيغمي أوغليد، القصر البرتغالي، قصر يزناغن، هذه تسميات كلها لمعلمة أثرية واحدة تطل على هذه المنطقة وعلى هذه الواحة، واحة تغجيشت. ومن الناحية التاريخية إذا حاولنا أن نوجز اللحظة التاريخية لهذا الموقع، فإننا سنكتشف أو سنقف عند تضارب الروايات بخصوص تاريخ هذه المعلمة. فهناك من ينسب تاريخ هذه المعلمة أو تاريخ بناء هذه المعلمة إلى أواخر الدولة المرابطية بحكم ارتباط هذه المنطقة بالمرابطين بمنطقة وادنون بصفة عامة. وهناك من الدراسات من ذهب إلى أن هذه المعلمة التاريخية ترتبط بعهد الموحدين أو ببداية الموحدين ووصول الموحدين إلى هذه المنطقة. وهذا الرأي الأخير يبدو أنه صائب بحكم أنه انبثق عن مجهود فريق أركيولوجي قام بمسح دقيق في هذه المنطقة، واكتشف من خلال المعالم المعمارية لهذه المعلمة أن هناك تشابه بين باب هذه القلعة وباب الروح بمدينة الرباط. تحاط القلعة بأسوار عالية معززة بأبراج للمراقبة في زواياها الأربع، ونظرا لصعوبة المنطقة وعلوها فقد بني هذا الحصن عن طريق العمل الجماعي أي تويزا كتقليد محلي عريق. تجدر الإشارة إلى أن هذه القصبة لم ترمم حتى يومنا هذا رغم ذكر المختصين لمشروع الترميم مراراً وتكراراً، إلا أنه لا زال حلم المكان المتناثرة أشلاؤه هنا وهناك. وبنفس الإطار الرامي إلى تسليط الضوء قدر المستطاع على ثرواتنا التاريخية المنسية، اتجه بنا أمنير نحو منطقة تحفها مخاطر الطريق الوعر من كل اتجاه، نظراً لموقعها الاستراتيجي الخاص، ألا وهي منطقة إمتضي والمتشبعة بتاريخ عجز الباحثون في هذا المجال حتى يومنا هذا عن تقديم دراسات مفصلة ودقيقة عنه. فقررنا التجول بأهمها ألا وهي قلعة إيغولاي التي كانت بمثابة مخزن جماعي بني على شكل قلعة ذات أبراج ومكونة من عدة طبقات. إن أول ما أدهشنا عند دخولنا هذا المكان هو الهندسة المتقنة لنسق اتخذ شكل نموذج مصغر لمدينة متكاملة الأركان. ففي رحلة استكشافنا للقلعة بزقاقها الشديد الضيق عرفنا أمنير على مكونات المكان.
المدرسة هاد الحاجة راه صعوبة كيدقوا فيها البارود اللي كيضربوا بكري كيدقوا البارود هنا. المهم غنطلعوا دابا لهنا باش نشوفوا واحد البرج هنا. هذا هو البرج ديال المراقبة ديال العساس. هادو هما البيوت ديال القلعة هنا فاش كيخزنوا داكشي ديالهم بحال سميتو بحال الخزان. فيه 4 متر طول و 2 متر عرض والبيبان ديالهم كلهم بحال هكا. هاد البلاصة هادي كيقول لها حتى السوق إذا كان شي واحد محتاج الفلوس ولا شي حاجة كيخرج شعير ولا خزو ولا تمر كيحطهم هنا كيقول العساس راه بغيت نبيعو قد وقد. كيجي شي واحد كيبغيها كيشريها وكيعطي الفلوس للعساس وكيسميوها حتى السوق. هذا المكان كان مخصص لتربية النحل في هذه القلعة. هذا هو نطفية خزان ديال الماء. فبالطابق العلوي للقلعة أطلعنا على المتحف الذي شمل عدة جرار أثرية وأدوات تقليدية استعملها سكان القلعة قديما وغيرها من المواد التي تستحق عناية أكثر نظرا لقيمتها التاريخية والثقافية. هذا هو المتحف ديال القلعة. هذاك شي واحد إلا كان مهرس في رجليه ولا شي حاجة كيديروه هنا. شي السلاح القديم. هذو القفول ديال بكري. الساروت ديالو كتدخل الساروت. مقفول كتدخلوا كانوا شي عواد كيكونوا هنا كيطيحوا في ذوك التقابي كتدخل السلاوت كدير بحال هكا حتى يتحل. دون ان نغفل ابراج المراقبه الثلاث الموجوده بالقلعه والتي مثلت رادعا حقيقيا حال دون اي محاوله لسلب المخزونات القلعه او غزوها. حين تحل بموروثنا الثقافي والتاريخي هذا المتناثر على طول جبال الأطلس الصغير والبحر الأطلنطي وحين تصحو من لحظات الدهشة الأولى بسحر هذه الأمكنة يمكنك حينها أن تسمع أنين المكان المتمسك بالحياة والمهجور بين أيدي اعتباطية الظروف الجيولوجية دون أن يجد من يحاول لم بقاياه.